السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سيكون حول كيفية طباعة تصميم لدائرة إلكترونية على لوح PCB أو كيفية صنع لوح إلكتروني مطبوع. وكما ترون أقوم بوضع اللمسات الأخيرة على التصميم الذي سوف أقوم بطباعته، وذلك في برنامج فريدزينك الذي قمت بشرحه في الفيديو السابق. ولمن لم يشاهد الفيديو سوف أترك الرابط في صندوق الوصف. وهناك نقطة لم أتطرق إليها في الفيديو السابق وأعتذر عن ذلك، وهي كيفية حفظ التصميم على شكل الرسم الذي سوف نقوم بطباعته على لوح PCB. ولكي نفعل ذلك سوف نقوم بالذهاب إلى هذا الاختيار، ثم نقوم بفتح مجلد جديد في المكان الذي تريدونه، ثم نقوم بالحفظ. وعند الحفظ سوف نذهب إلى هذا الملف، وكما ترون هذا هو الرسم الذي سوف نقوم بطباعته. وعند الانتهاء من المرحلة الأولى وهي تصميم الدائرة على برنامج فريدزينك، سوف نقوم بالذهاب إلى المرحلة الثانية وهي طباعة التصميم على لوح PCB. وسوف نحتاج للورق الخاص بطباعة الدوائر الإلكترونية، ويمتاز هذا الورق بعدم امتصاصه للحبر. ولمن لم يستطع الحصول على هذا الورق الخاص فيمكنكم استعمال ورق المجلات، فهو أيضا يصلح لهذه العملية. وكما ترون قمت بطباعة رسمين، الرسم الأول لتصميم الدائرة، أما التصميم الثاني فهو يحتوي على صور القطع الإلكترونية التي سوف نحتاجها، وهذا رسم اختياري بالنسبة لكم. ما يهمنا هو التصميم الأول، وأيضا سوف نحتاج بطبيعة الحال إلى لوح PCB الذي يحتوي على طبقة نحاسية، ثم هذا السلك الذي يستعمل في غسل الأواني، أو إلى هذا الورق الخشن الذي يستعمل في صنفرة الخشب أو الحديد. وأيضا سوف نحتاج بطبيعة الحال إلى محلول كلوريدريك الحديد أو كلور الحديد، وأيضا إلى مكواة الملابس، ثم سوف نحتاج إلى إناء بلاستيكي، وأيضا إلى قفازات لكي تحمي يدك من محلول كلور الحديد لأنه مادة كيميائية وربما بعضكم لديه حساسية جلد أو شيء من هذا القبيل. وأيضا احذروا أن يلامس هذا المحلول ملابسكم لأنه يترك أثرا على الملابس. وسوف نبدأ على بركة الله. أولا سوف نقوم بقص التصاميم. ثم سوف نقوم بأخذ القياس المناسب للوح PCB حسب التصميم الذي لدينا. ثم بعد ذلك سوف نقوم بقص القياس الذي أخذناه، ويمكنكم استعمال أي أداة حادة أو منشار. بعد ذلك سوف نقوم بحذف جوانب اللوح بالورق الصنفرة، ثم نقوم بأخذ قطعة من ورق الصنفرة،
ثم نقوم بإحضار مكواة الملابس ونتركها تسخن قليلا. وعندما تسخن سوف نقوم بوضعها فوق البوردة ونستمر بالتحريك يمينا ويسارا مع الضغط على البوردة وذلك لمدة 10 دقائق. كما ترون أصبح الورق ملتصق بلوح البيسيب. ثم نحضر الإناء البلاستيكي ونملأه بالماء ونضع البوردة داخله ونتركها بضعة دقائق. وبعدها سوف نقوم بإزالة الورق الملتصق بلوح البيسيب حتى يصبح اللوح نظيفا. وسوف تصبح على هذا الشكل. ولا تنسوا أن تقوموا بالتحقق من أن الخطوط غير ملتصقة ببعضها لكي تكون البوردة سليمة. ثم نقوم بمسح البوردة من الماء وهذا هو شكلها. الآن سوف نقوم بإحضار الإناء البلاستيكي وأيضا محلول الكلور الحديد وأيضا القفازة. سوف نقوم بسكب محلول الكلور الحديد في الإناء ثم سوف نقوم بوضع اللوح داخل. ونستمر في التحريك لمدة 15 دقيقة. وبعد مرور 10 دقائق كما ترون بدأت الطبقة النحاسية بالزوال. عند مرور 15 دقيقة سوف تزال الطبقة النحاسية بأكملها. سيبقى هذا الرسم هكذا. ونقوم بمسح البوردة من محلول الكلور الحديد. ثم نقوم بغسلها بالماء حتى تصبح نظيفة ونقوم بمسحها. الآن سوف نقوم بإزالة الحبر وسوف نستعمل التينر. وكما ترون هذا هو شكل التصميم. الآن سنمر للمرحلة التالية وهي طباعة التصميم الذي به صور المركبات الإلكترونية. وكما قلت لكم هذه العملية اختيارية بالنسبة لكم. سوف نقوم بعمل بعض الثقوب باستعمال المثقاب وستجدون في صندوق الوصف رابط لفيديو كيفية صناعة هذا المثقاب.
كما ترى سوف نقوم بأخذ الرسم الذي على الورق، سوف نقوم بعمل مثل الثقوب التي عملناها على البوردة. ثم سوف نقوم بمماثلتها من الجهة الخلفية، وسوف نستخدم الشريط اللاصق لتثبيت الرسم. مع التحقق من أن الرسم مماثل للجهة الأمامية. سوف نقوم بنفس الشيء الذي قمنا به عند طباعة التصميم الأول باستخدام مكواة الملابس. كما ترون قمنا بطباعة التصميم الثاني الذي به صور المركبات. سوف نقوم باستخدام التينر ونمسح هذه الجهة لأن بقي بها غراء الذي كان موجود على شريط اللاصق. وكما ترون الرسم للجهة الخلفية أتى مطابقا للجهة الأمامية، والآن سنقوم بإكمال باقي الثقوب للمركبات الإلكترونية الأخرى. كما ترون انتهينا من عمل الثقوب، وهذا هو شكلها، وتقريبا هي مطابقة للرسم من الجهتين. وسوف نقوم بوضع المركبات في أماكنها، ثم سوف نقوم بعملية التلحيم إلى أن ننتهي من تركيب جميع المركبات.
وكما ترون هذه هي البوردة وقد اكتملت، سوف نقوم بتجريبها الآن. كما ترون البوردة تشتغل جيدا. أتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو اليوم، والمرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم، السلام عليكم.